مرحبا، اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد من تثقيف صيدلاني. اليوم بدنا نحكي لكم عن اللقاحات والمطاعيم، وبدنا نحكي بالتحديد عن لقاح شركة فايزر الخاص بفيروس كورونا المستجد. بس قبل ما نبلش اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتنا اول باول، وياريت تدعمونا من خلال نشركم لهذا الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وانستغرام. خلينا نبلش. في هاي الحلقة رح يكون عندنا أكثر من موضوع نحكي ونفصل فيهم. الموضوع الأول كيف فيروس كورونا المستجد بيدخل لخلايا أجسامنا ومن ثم بيتكاثر وبينتشر. الموضوع الثاني كيف الاستجابة المناعية في أجسامنا بتحصل. أما الموضوع الثالث فكيف كانت المطاعيم تصنع سابقا. والموضوع الرابع لقاح فايزر والتكنيك الجديد لتصنيع المطاعيم. وبداية خلينا نعرف كيف فيروس كورونا المستجد بيدخل لخلايا أجسامنا ومن ثم بيتكاثر وبينتشر. فيروس كورونا المستجد هو واحد من الفيروسات اللي بتنتمي لعائلة الفيروسات التاجية، وهي فيروسات كروية الشكل. على سطحها من الخارج بيكون في بروتينات بتاخذ شكل سبايكس أو أشواك. هاي البروتينات وظيفتها الارتباط ببروتينات محددة موجودة على سطح خلايا جسم الإنسان والانتقال إلى داخلها. وهاي البروتينات اللي موجودة على سطح خلايا أجسامنا اسمها ACE2 بروتين أو Angiotensin Converting Enzyme 2. من خلال ارتباط هاي السبايكس بهذا البروتين بتم نقل المادة الوراثية الخاصة بالفيروس إلى داخل أجسامنا، ومن ثم بتستخدم الأعضاء اللي موجودة داخل خلايا أجسامنا عشان تتكاثر وتنتج نسخ إضافية وتقوم بنفس التأثير. والاستجابة المناعية لمثل هيك نوع جديد من الفيروسات بيعتمد على إشي بنسميه Adaptive Immunity أو المناعة المكتسبة والمتكيفة، واللي بترتكز بشكل أساسي على نوعين من الخلايا T-Cell والB-Cell. البي-Cell وظيفتها إنتاج أجسام مضادة أو Antibodies بترتبط بهاي الفيروسات وبتعمل على تغليفها وتعليمها عشان يتم التخلص منها خارج الجسم. أما النوع الثاني من الخلايا فهو T-Cell، وهذا بينقسم إلى نوعين أساسيات T helper cell و T killer cell. T helper cell وظيفتها إفراز مواد بنسميها cytokines اللي بتحفز البي سيل على النضوج والاكتمال وتصنيع الانتيبودي. أما T killer cell فبترتبط بشكل مباشر بالخلايا اللي الفيروس دخل عليها وسبب لها العدوى، وبتعمل على قتل هاي الخلايا والتخلص منها. أما تصنيع المطاعيم فرح نقسمه إلى نوعين. النوع الأول اللي هو المطاعيم التقليدية، واللي هي كانت بتتم عن طريق واحدة من الثلاث طرق التالية. الطريقة الأولى إنه نأخذ جزء من هذا الفيروس ونحقنه داخل جسم الإنسان عشان جسم الإنسان يتعامل معه على الأدابتيف إميونيتي اللي حكيناها مسبقا وشكل ضده مناعة. أما الطريقة الثانية إنه نجيب الفيروس نفسه كامل لكن نعمل على تضعيفه ومن ثم نحقنه في جسم الإنسان، بالتالي جسم الإنسان رح يتعامل معه ويشكل ضده مناعة في حال لو تعرضنا إله مرة ثانية، الاستجابة المناعية تكون مباشرة. والطريقة الثالثة هو إنه نأخذ هذا الفيروس ونقتله ومن ثم ندخله لجسم الإنسان عشان يصنع ضده أنتيبوديز وتحفظ في الذاكرة، وهيك بيكون عندنا مناعة ضد هذا النوع من الفيروسات. أما النوع الجديد من المطاعيم فهو اللي بنسميه الـ mRNA vaccines أو الـ messenger RNA vaccines، وبهذا النوع بنأخذ المادة الوراثية الخاصة بالفيروس وبنحقنها داخل جسم الإنسان عشان بعد هيك تصنع البروتينات المطلوبة جسمنا يتعرف عليها ويشكل ضدها مناعة مكتسبة أو acquired immunity، وبالتالي هيك بنشكل مناعة بدون ما يدخل أي جزء من الفيروس داخل جسم الإنسان. طيب شو هو الـ mRNA؟ الـ mRNA هو نسخة من المادة الوراثية الرايبوسوم قادر على التعرف عليها، ترجمتها وتصنيع البروتينات. والـ mRNA شكله ثابت في كل الأحوال، ببلش بالـ 5 برايم كاب أو الغطاء اللي بغلف الطرف رقم 5، بعد هيك بيكون في عنا سلسلة الترميز الخاصة بتصنيع البروتين المطلوب، بعد هيك بنوصل لمنطقة بنسميها الـ Uncoding Region، وهي منطقة ما بتدخل في تصنيع البروتينات، وبتنتهي بمنطقة بنسميها الـ Poly A Region، وهي منطقة بيتكرر فيها تصنيع مادة بنسميها النيوكليوتايد من نوع الأدينوسين. وهذا الشكل هو اللي بتسعى شركة فايزر بالتعاون مع شركة بيونتك لإنتاج مطعومها على أساسه. وهسه بدنا نحكي عن لقاح فايزر للوقاية من فيروس كورونا المستجد. فايزر اعتمدت النوع الثاني من المطاعيم اللي هو الـ mRNA vaccines، وعشان تعمل تجاربها صنعت نوعين من الـ mRNAs. الأول سمته الـ PNT-162 P1 و PNT-162 P2 عشان تعمل تجاربها وتختار فيهم
واحد بيكون له أقل أعراض جانبية تكمل عليه سلسلة التجارب، والتجارب لاحظت أن الأعراض الجانبية اللي بيشتمل عليها أخذ المطعوم تقسم إلى نوعين، أعراض جانبية موضعية وأعراض جانبية سيستميك أو بتأثر على كل الجسم. بالنسبة للأعراض الموضعية فكانت ألم في منطقة الحقن، إحمرار أو انتفاخ. أما الأعراض اللي كانت سيستميك وعلى كل الجسم فكانت بتشمل الشعور بالألم، ارتفاع درجات الحرارة والشعور بالقشعريرة. ومن خلال التجارب على 456 شخص، فايزر لاحظت إنه اللقاح الثاني اللي بيحمل اسم PNT162B2 كان له أقل أعراض جانبية، وهو اللي اعتمدته في باقي سلسلة التجارب بالفيز 2 وفيز 3. وفي المرحلة الثانية والثالثة من التجارب السريرية، فايزر اعتمدت على اللقاح الثاني اللي كان بيحمل ترميز PNT162B2 اللي كان له أقل أعراض جانبية. في هاي المرحلة فايزر جربت اللقاح على 43,538 متطوع، قسمتهم لمجموعتين. المجموعة الأولى أعطتهم جرعتين من اللقاح الخاص فيها، أما المجموعة الثانية فأعطتهم علاج وهمي أو بلاسيبو. والنتائج بحسب إعلان شركة فايزر كانت إيجابية ومبشرة جدا، بنسبة فعالية ووقاية تعدت 90%. أما طريقة أخذ المطعوم فهي عبارة عن جرعتين، الجرعة الأولى تأخذ في اليوم رقم 1 تتبع بجرعة ثانية في اليوم رقم 21، أي بعد 3 أسابيع من الجرعة الأولى. أما المناعة فبتتشكل بعد 7 أيام من أخذ الجرعة الثانية أو 28 يوم من الجرعة الأولى. لكن لحد الآن ما في عنا معلومات واضحة هاي المناعة كم المدة اللي بتغطيها، وهل هي مناعة موسمية أو مناعة ثابتة. آخر إشي بدنا نحكيه إنه مثل هيك نوع من المطاعيم بيمتاز مجموعة من الإيجابيات والسلبيات. بنبلش بالإيجابيات وهي سهولة وسرعة التصنيع، لأنه كل اللي بنحتاجه جزء من المادة الوراثية بتم تصنيعها وتكرارها داخل المعامل. وفايزر بتحكي إنه مع نهاية السنة راح تكون قادرة على إنتاج 50 مليون جرعة، ومع نهاية عام 2021 راح تكون قادرة على تصنيع 1.3 بليون جرعة. أما الموضوع الثاني الإيجابي هو إنه ما بندخل ولا جزء من الفيروس داخل جسم الإنسان، بالتالي احتمالية الأعراض الجانبية راح تكون أقل. أما الإشي السلبي في هذا المطعوم هو طريقة حفظه، لأنه بيحتاج التخزين على درجات حرارة ناقص 70 تحت الصفر، وهو الأمر الصعب والمستحيل في عديد الدول. لكن الحمد لله حسب تصريحات شركة فايزر فهي بتتولى أمور الشحن والتخزين داخل البلاد، لكن لازم نخلي الموضوع في الحسبان. هذا كل إشي حبينا نحكي لكم إياه اليوم. لأي معلومة إضافية اترك استفسارك في خانة التعليقات وأكيد رح نجاوبك. لا تنسوا تدعمونا بلايك شير سبسكرايب. بنشوف كل فيديو الجاي